صحة شيبتكم وربي يتقبل صيامكم، ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديثنا قياس. أحكينا كان تذكروا في حلقة سابقة من برنامجنا حديثنا قياس على الصمت القاتل بين الأزواج، وكنا نبهنا منه وحكينا شوية على عواقبه. أما الليلة إن شاء الله ماشي نمشيه لتطرف آخر في العلاقة على النقيض والسكات، وهو الفتلك الماصة اللي ساعات تفوت حدودها سواء بين الأزواج وإلا الأصحاب، وساعات عواقبها تكون مش متوقعة وما يفهم الواحد درسها كان بعد ما توقع الفاس في الراس، ووقتها لا ينفع فيها كلمة ياليت ولو فات اللعبة ولا يا ناس ما كان باس. كيما في حكايتنا لليلة وأحنا حديثنا قياس، خلينا نتفرجوا شنو اللي صار ونكملوا بعد حديثنا إن شاء الله. مازال يحب يعدي علي ارقد. لازهر يا لازهر. و شنو يا اخي هذا كله نومه؟ لازهر يا لازهر.
لازهر يا لازهر. أي سيدي، هذا تفدليك الماصد بين الراجل ومرته لوين وصل، وتفدليك الماصد يوصل الهكة وأكثر. والكلنا نعرفه أنه شيء إذا زاد على حده انقلب إلى ضده، ومش معقول أنه الواحد يفدلك هالفدلك المبالغ فيها من غير ما يخمم في نتائجها وعواقبها، ومن غير ما يخمم حتى شوية بينه وبين روحه ويقول زعما شنو ينجم يصير يفدلك من هكا. وكل ما يجي في مخه أنه قاعد يفدلك، وبطبيعته مش يعرف الطرف الثاني من بعد شنو اللي قاعد صار، وينسى أنه في قداش من مرة، وكما شفنا في حلقتنا لليلة، الفدلك الماصة توصل تقتل، وما تخليش الفرصة المولاها باش يقول لضحيتها راني نفدلك عليك. قال لك يا سيدي يا ابن سيدي، ثم طالب يحكي مع دارهم، قال لنا من اللي هو في الأيام الجاية وفي إطار قرايته ماشي يشرح أرنب في الكلية متاعه، وإنه بعد ما يشرح الأرنب تو يجيبه لهم باش يشوفوه في الدار. ولاحظ اللي أخته اللي كانت هزة مولودها الجديد على كتفها، لاحظ اللي هي ما حبتش فكرة جيبان الأرنب للدار على خطرها ما تحملش تشوف منظر كي من هكا. أما هو قرر في مخه إنه لازم يفدلك معاها وببلادها كالعادة، وعلى خاطره مسانس ديما يفدلك معاها بفدلكته الماستر ويكثر عليها. الحصيل من غير ما نطول عليكم، نهات اللي شرح الأرنب هزوا معاه للدار، ومشى لبيت أخته اللي كانت وقتها في مرحلة النفاس بعد الولادة، وتخلي البيت حب يفجع أخته بالأرنب اللي في يده. يلقاها تغسل في بيت الحمام، وولد أخته راقد في سريره. شاد جات البال وفكرة عبقرية باش يفدلك مع أخته. هز الوليد الصغير وخلى في بلاصته هيك الأرنب المشرح باش يلعب لها بأعصابها. يا أخي لعب لها بحياتها جملة، على خاطر الأخت وقت اللي خرجت من غرفة الحمام ومشيت مباشرة لولدها تطل عليه، شافت منظر الأرنب هكك وهو مشرح ومصارنه على برا، سابت ولدها. الشيء اللي عمل لها انهيار عصبي صار لها بعده سكتة قلبية فشقية وماتت. والسبب فدليك ماصة، وتفديك الماصة تولينا نلقاوها للأسف في الإعلام وفي برشا برامج، خاصة برامج الكاميرا الخفية اللي ولات تفدلك بالحق في برشا مواقف في فدلك ماصة برشا ما عندها حتى علاقة بالضمار، بل بالعكس ولات أقرب للإجرام للأسف الشديد. حديثنا قياس وفال الليلة، نتلقاو غدوة الليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. على خير وليلتكم زينة.